يلا بسم الله. يلا شو راح تقدر تنزل؟ ها؟ يلا مشكلة ولا بعرف شو بس هذا إن جو تفوت منه أثر المجنة. موجود هو. أنزل الجو في طار في كم شغلة بنزل. أثار جو الكور. لا يشوفونك كيف. إيه. بس يقول. ها؟ يقول لي اكو ريحه جثامين مال داعش جوا على مود هيجي على مود ريحه جثه على ما تقدر بعيد بس يلا بس صوصو يلا شباب دكتور جثه متفسخه خلاص نسد اسنان يلا صوصو بس جيبوا لنا ضوء هادو يا شباب بسم الله ضوء يا شباب أنا بشتغل في نحن الآن تحت المزار نبي يونس هذا شيء نحن الآن تحت مزار النبي يونس وهي أنفاق التي حفرها الجماعة يا الله الرحمن يا الله كيف دغرانو عم جاي ناس عم تدور او هذه انفاق التي حفرها جماعه الاربعه الخموس دي باقي هاي كلها طين هاي نالا ها نالا فين هم؟ لا ارجع خلي يفوت الدكتور منا الدكتور تقدر خلي يفوت قدامنا ابو عاش تعال لسه كده بسم الله الرحمن الرحيم نسوي هنا نعم وين راسم ابو هلا راسم مشكله بسم الله الرحمن الرحيم هلا بسم الله الرحمن الرحيم. الو اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين اخابركم ماكو شبكه. هذا الثوره مجنة. هذا الثاني. وهذا الثاني. معك تسجل؟ نعم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخو بدر مسلم التليفون. المدينه القديمه. تحت مسلم مسجد. سيدنا يونس عليه السلام ورانا هنا يعني مشينا في الممرات طويلة وضيقة وده ما يسموه بالثور المجنح we're in the old city underneath the mosque of Prophet Genoa and have gone through many tunnels to find this ox with two wings one on this side and one to the other side here you can see it here This is his legs, the front, and this is his legs at the back legs, one, two, this is his belly, this is his front leg, you can see it, I think his head is cut off. وده قدم الرجل الأمية جسده بين الرجلين الخلفيتين. كذلك هنا في هذه الناحية ثور مجنح آخر الناحية دي. نجد فيه ايضا اللي هو البطن بتاعته leg and the other leg this is the other second flying ox with the two wings with the two legs here front and back and here this is the back the two back legs here and this is actually the front but we cannot see his head his head
his head is missing. This is the old city underneath the mosque, nearby the mosque of Sayyidina Yunus alayhi salam, Junqaz Mosque. هو ده جسم الثور وده الرجل الأمامية وهنا الرجل الخلفية. الرائحة كريهة جدا جدا جدا. It's a very bad smell because there are dead bodies in this place. الرائحة كريهة جدا لأن هناك جثث معفنة في هذا المكان. نمشي كده أهو. فنشت؟ فنشت. خلصنا؟ يلا. والسلام. وطن يمكن عشان هاي الانفاق اللي تحت المدينة الأثرية تحت المزار مرقد نبي يونس عليه الصلاة والسلام. دخلنا هذا النفق وشفنا الثور مجنح، اكو عدد 2، الرأس مفقود ولكن بقية الجثة موجودة، الريحة كريهة، وهذه بسبب الأشياء الجثث اللي كانت موجودة هناك. دورانها برضه دورانها نحن ننزل خلاص. هنا لا لا شمال بريابي بريالي كم بريالي 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 يمين هذا مكانه هدموه ولا شو هذا هذا شنو ثور مجنح مكان هاي مال المرقد كان هاي حديده ايه مال باب ايه هو ما كتر بس خلي شوف كامل هنا طويل